السلام عليكم ورحمة الله بكم في الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المشهد، والتي نخصصها للتعليق على تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم والذي تأهل مساء السبت إلى كأس أمم إفريقيا للأمم 2024 بعد فوزه على نظيره الغابوني هنا بالعاصمة نواكشوط تحديدا في ملعب شيخة بيدية. وأيضا المنتخب الوطني سجل في دقيقتين 30 عن طريق حمية الطنجي والثانية 42 عن طريق أبوبكر كامارا، بينما قلصت الغابون الفارق في الوقت في آخر اللقاء، وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الموريتاني للمرة الثالثة على التوالي لكأس أمم إفريقيا. الحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن الكرة الموريتانية ما يتعلق بالمنتخب الوطني وآفاق المشاركة المقبلة في كأس أمم إفريقيا، وأيضا تقييم لهذا التأهل، معنا هنا في الاستديو الصحفي الرياضي محمد حمامة ددي. أهلا بك ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا. بداية لو بدنا معك، يعني تأهل المنتخب، يعني سؤال مباشر، هل كان بسبب الأداء، أداء اللاعبين، جودة أداء اللاعبين، أم بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها حارس منتخب الغابون في بداية اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. وبالحقيقة المنتخب الوطني يوم السبت قدم مباراة كبيرة جدا، صحيح أنه استفاد من الطرد المبكر لحارس مرمى المنتخب الغابوني، ما جعل الغابونيين يلعبون بطريقة مرتبكة نوعا ما، خاصة في الشوط الأول، وحيث فقدوا التركيز وتأثرت معنوياتهم لربما بدرجة كبيرة، ما جعلهم يستقبلون هدفين من المنتخب الوطني، وهو ما صعب جدا من مباراة من مهمة المنتخب الغابوني أمام المنتخب الوطني. بالتالي الأداء كان أداء جد ممتاز، وكذلك أيضا البطاقة الحمراء لعبت عاملا رئيسيا، لأنه في هذه الحالة المدرب سيكون مجبر على يعني إشراك لاعب وتغيير خطة اللاعب على احد الخطوط، يا اما في الدفاع او في الوسط او في الهجوم، من خلال سحب لاعب كان سيكون له دور كبير جدا اثناء سير المباريات، واقحام حارس بديل، وبالتالي يعني تقلص حظوظ وفرص المنتخب الغابوني بشكل كبير، خاصه وان المباراه كانت في بدايتها، والبطاقه الحمراء استقبلها يعني حصل عليها الحارس الغابوني بطريقه ساذجه جدا مع بدايه المباراه في الدقيقه السادسه. وعلى مستوى الأداء واللعب، على مستوى التكتيك بالنسبة لك، يعني المنتخب الوطني كان تكتيكيا جاهزا أم يعني لا؟ كان جاهزا بطبيعة الحال، وكانت في كل مرة يكون يمثل يعني رقم صعب عندما يلعب على ملعب شيخة بيدية بحضور جماهيره وعلى أرضه، وبالتالي منتخب في كل مرة يكون جاهز عندما يلعب على ملعب شيخة بيدية. من حيث الأداء في غالبا في يكون في خاصة في تقول إن مباراة المنتخب الوطني ضد الغابون على ملعب شيخة بيدية هي آخر مباراة على ملعب شيخة بيدية، لأن هناك يعني ربما تعديلات ستجرى على الملعب، وأن المنتخب سيلعب يعني في قادم الأدوار سواء تعلق بتصفية كأس العالم في الملعب الأولمبي، ماذا تأتي ذلك على المنتخب الوطني؟ لا أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير ما دام أنه سيلعب على أرضه وأمام جماهيره التي لم تتخلف يوما عن مساندته، بالتالي فقط نشيلة الملعب هي من ستتغير. إذا كانت النشيلة جيدة أعتقد أن اللاعبين سيقدمون بشكل جيد خلال المباريات الدولية القادمة للمنتخب الوطني. هو التأهل الآن هو التأهل الثالث على التوالي لكأس الأمم الإفريقية، ما الذي يعني لك يعني هذا الرقم؟ ثلاث مرات متتالية، وبالحقيقة إنجاز يمكن القول أنه إنجاز كان ليكون جيدا لو أننا تأهلنا في كل مرة كمتصدرين للمجموعة، لأنه المرتبة الثانية سبق للمنتخب الوطني في ظروف مغايرة، ظروف مادية ومعنوية، أن وصل إليها على الأقل مرتين، إحداها مع جيل إبراهيم المالحة الذي يعتبر جيل ذهبي لكرة القدم الموريتانية، وبالتالي على كل أنه يعتبر إنجاز، ولكن في ظروف مغايرة جدا، هنالك زخم كبير، مواكبة كبيرة من الدولة للمنتخب الوطني ولكرة القدم بصفة عامة، وأيضا هنالك ما يقول لك قائل أن الدولة يعني بشكل عام إقناع الدولة بأن تدعم المنتخب الوطني هو يعني لا يأتي صدفة، الدولة لن تدعم المنتخب إلا إذا شهدت إنجاز، ربما في السابق الدولة يعني امتنعت عن دعم المنتخب لأنها لم تشاهد إنجاز على أرض الواقع. هو هذا الدعم، هذه اللفتة من الدولة يعني تعود أو ظهرت أول ما ظهرت غداة التأهل الأول لبطولة يمكن قول بطولة هامشية، والمنتخب سبق لاعبها بمسمى غير الذي هي عليه الآن، وهو كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. منذ أن تأهل المنتخب الوطني للمرة الأولى، الخلية الإعلامية والمسيرون للشأن الكروي نجحوا في تسويق أنفسهم بشكل جيد بغية الحصول على موارد مالية ضخمة جدا من أجل تسيير الشأن الكروي، وهو ما كان
بعد التأهل الأول كما قلنا إلى كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، وبعد ذلك ركز هؤلاء على المنتخب الوطني الأول من أجل تحقيق إنجاز التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية لأول مرة، ونجحوا في ذلك، وصب تركيزهم بعدها فقط على المنتخب الوطني، وبقي الدوري يعاني واللاعبون المحليون يعانون. واستعانت هذه الاتحادية أيضا ببعض اللاعبين الموريتانيين المتواجدين في الخارج ممن يلعبون في دوريات يعني من درجة دنيا في أوروبا وفي بعض البلدان العربية. سنعود لتلك النقطة لك قبلك، يعني دعنا في مجريات اللقاء تكتيكيا لديك يعني نياس حراس المرمى، كان هنالك اعتماد على مستوى الدفاع على حويبيب ونوح، عبد الله محمود في خط الوسط ايضا رفقته يعني قسمه فوفانا وكمارا والطنجي. نبدا يعني مع حارس المرمى بتقييم يعني الحارس الناس الهدف، يعني بالرغم ان الحارس يعني وحارس جيد ربما تقييمه بشكل عام، لكن هدف الجابون يعني كان من خطا فادح، وشاهدنا يعني عده اخطاء داخل اللقاء. برايك هل هذا الحارس يعني يستحق ان يكون الحارس الاول المنتخب الوطني؟ دون شك يستحق ان يكون كذلك، ولو انه هناك ما يؤخذ عليه، وهو الى حد الساعه لا زال يضع على صفحته على تويتر انه لاعب سنغالي لكره القدم، وهو في الحقيقه شيء مؤسف جدا انه نهمل ابناء البلد الذين يتواجد من ضمنهم خامات. يعني التبذير للطرف الاخر ما يتعلق بالصفحه، تحدث يعني البعض ان هذه صفحه قديمه ولا يعني وما لا تعود حتى ولو كانت قديمه، هذا لا يبرر اهمال اللاعب المحلي. حراس القدم المحليون لامين جوب رحمه الله عليه، ابراهيم سليمان جلو ايضا الذي كان من ضمن الجيل الذهبي الاخير الذي نجح في تاهل لكاس افريقيا للاعبين المحليين، غيرهم كثيرون جدا يمكن ان يعني يشكلوا حارس في الوقت الحالي. يعني حارس يعني هو حارس يعني في الدوري البرتغالي ربما يعني في هو الان يلعب في دوري درجه ثانيه في فرنسا، الدرجه الثانيه البرتغالي، لكن نحن هل نمتلك حارس يعني في موريتانيا يعني يمكن يحل محل الحارس؟ لدينا باكنجاي وايضا ناموري جاو حارسين ممتازين جدا، لكن هناك لوبي في هذه الاتحاديه، خليه في هذه ممتازين الاتحاديه، لكن هل هم على مستوى ما داموا ممتازين لماذا لا نشاهدهم يعني في البرتغال مثلا على الاقل؟ هناك كرة القدم في النهايه المدرب سياخذ الخيار بحسب يعني المتاح في الدوريات المهمة. هذا اذا شرت الامور بشكل طبيعي جدا، مخوي وخلي بين المدرب وقناعاته، وهذا ما لا يحصل في اتحاديه كره القدم الموريتانيه. هناك خليه، هناك لوبي يتحكم في اختيارات اللاعبين بالتحديد وطريقه جلب اللاعبين. قبل ذلك نذهب الى الدفاع، لدينا نوح رفقه حويبي في قلب الدفاع. هذو لاعبين ممتازين جيدا، هم خريجي الاكاديميات المحليه ان صحت التسميه، لاعبين اصلا محليين موريتانيين لا غبار عليهما، استنجدوا بهما فقط حينما يعني لم يكن لديهم خيار اخر، وبالتالي اظهر في كل مباراه للمنتخب الوطني الاول يظهر باللاعب المحلي انه عند التحدي وانه يلعب بحراره كبيره جدا، على عكس بعض اللاعبين الذين يطلق عليهم البعض لاعبي رباخه القادمون من فرنسا ومن غيرها. بالتالي هذين اللاعبين هما خط الوسط لديك قسمه فوفانا رفقه عبد الله محمود. عبد الله محمود يعني واجه انتقادات كبيره جدا، هو ايضا عبد الله محمود ايضا خريج من الرياض قادم من الاحياء الشعبيه، كان ينشط في الدوري الوطني الممتاز وحصل على فرصه، ولو انه لا زال يلعب في دوريات دون المأمول، لانه شفت قضيه اللاعب المحلي والاجنبي من غيره يعني الذي ينشط في الدوري نعم واضح جدا، لكن هذه نقطه يعني لديها محور خاص سنعود اليها، لكن قبل ذلك نكمل مع التشكيله. لديك كامارا والطنجي، كانت يعني ثنائيه جيده، هل يعني ترى ان كامارا والطنجي كامارا هو اقنع واحد بالنسبه للاعبين الذين يشوطون في الدوريات، ولو انه لحد الساعه لا يلعب بشكل منتظم، خلال الفترات الماضيه ايضا لم يتواجد رسميا مع اساسيا مع معظم الانديه التي لعب معها، لانه دائما في الغالب لديه مشاكل مع هذه الانديه، لربما هو نوع من عدم الانضباط. حميد طنجي ايضا كما سبق ذكر ذلك مع اللاعبين السابقين، هو لاعب يعني منتج محلي خريج من تيارت واشرف عليه المؤطر والناخب الوطني الممتاز الذي نامل ان يكون له دور ممتاز في قادم الايام المعروف بوبو مع الجمارك الان. هو مدرب نادي الجمارك، مدرب ممتاز، ساهم في لاعبين محسن بدا مثلا الذي كان احد رجال مباراه الغابون، كذلك ايضا حميد سكرانا وغيرهم، حمية طنجي، حسن تجدي، هؤلاء كونهم هذا اللاعب، وهو ما يجعلنا دائما نؤكد
أنه على هذه الاتحادية أن تركز على اللاعبين المحليين. ومصر لديك مثلا المنتخب المصري فاز بكأس الأمم الإفريقية 3-3 كما يقال. واضح. مع لاعبين محليين اسمح لي هذه النقطة. ثلاث مرات مصر توجت بكأس الأمم الإفريقية للاعبين حينما كان التأهل أصعب مما هو عليه الآن. لكن ربما فقط يقول لك أن مصر على سبيل المثال عندما نطلق اللاعب المحلي في مصر نحن نعني اللاعب الذي يلعب مع الزمالك مع الأهلي مع أندية تشارك يعني في بطولات قارية. هذا ليس نفس الحال في موريتانيا لأنه يعني إذا قلنا لاعب محلي نعني لاعب يلعب مع الكونكورد يلعب مع الشمال يلعب مع أفسن وهذه أندية لم تصل يعني حتى إلى ولا مرة إلى في تسعينيات القرن الماضي يعني. كانت لدينا أندية كبيرة جدا النادي صنعليك نادي الميناء نادي سنيم نادي الحراس لكن هل يعني هل شاركت قارية؟ نعم شاركت مشاركات قارية وكانت تخرج لاعبين كبيرين جدا كسلامة مخونة إيفادي إبراهيم مالحة شمق محمد الكويري لامين جوب رحمة الله عليه. هؤلاء كانوا لاعبين يلعبون في الدوري المحلي وكان الدوري أميز بكثير مما هو عليه الآن. تعرف لماذا؟ لأنه هذه الاتحادية لا تركز على الدوري المحلي. لكن هذا الدوري الذي ذكرت الآن يعني أيضا فشل في إرسال لاعب حتى إلى الخارج. لم يفشل. كان هناك لاعبون احترفوا في الخارج. كان هناك لاعبون تحصلوا على عروض منهم إبراهيم مالحة مع ذلك رفضت إدارة الحرس أركان الحرس أن تسمح له بالمغادرة. لكن شاهدنا مثلا علي عبيد في الخارج شاهدنا يعني الحسن العيد شاهدنا إدريس تشام. هل نجحوا في الاحتراف الخارجي؟ هل وصلوا مثلا إلى مستوى كبير جدا مع الأندية التي لعبوا لها؟ هذه نقطة الاستفهام. الخلل في التكوين الأساسي في القاعدة. لاعبين فعلا لديهم خبرة لديهم يعني خامة ولديه مستوى لكن مستوى محدود. يمكن في سؤال يطرح هو الجمهور دائما متعلق ولذلك دائما ينتقلون ما بين الدوريات في درجات الدنيا في إسبانيا في فرنسا. هل نفهم من هذا أنك يعني ترى أن اللاعب حمية الطنجي يعني قد لا ينجح مع الاتحاد الليبي أيضا؟ لا أمل إلا أن ينجح. حمية غير حمية إن شاء الله عليه يمتلك مؤهلات كبيرة ولو أني كنت من ضمن الذين يحتفظون أو يتحفظون على انتقاله للدور الليبي نظرا لربما لاعتبارات هو يمتلكها وهو عليم بها لا نمتلكها نحن. لكن الدوري الليبي دوريات العربية بصفة عموم إذا ما استثنينا الدوري المغربي المصري دوريات السعودي هذا توب يعني هذا دوري أصبح عالمي جدا. فأني أعتقد أنه نامل أن ينجح حمية في الدوري الليبي لكن الدوري الليبي يبقى دوري تسويق يعني الدوري الليبي إعلاميا ربما لا يكون مثل حتى الاضطرابات الأمنية والقلاقل التي تشهدها ليبيا ايضا لربما هناك لاعبون مثلا موريتانيون غادروا الى 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 ليبيا من ضمنهم بسام من ضمنهم ياسين الولي وغيرهم مع ذلك لم ينجحوا في لا لكن هذا يلعب مع اكبر انديه الدول ليبيا ربما ولو دوله هي نفسها دوله تعاني مشاكل. لنعود الى نقطه اخرى متعلقه بما يسمى بيطلق عليه البعض يعني تجنيس اللاعبين. البعض يقول لك ان المنتخب الموريتاني هو يعني غالبيه اللاعبين هم لاعبون تم تجنيسهم من بلدان أخرى نظرا لأنهم يعني لا يمتلكون منتخبات وطنية ربما. وهل يعني توافق هذه المعلومة؟ في الحقيقة هو هناك الحارس الذي تحدثنا عنه وهناك لاعب أيضا هو ابن با ولاعب أيضا سبق وأن تحدث في مرة ماضية أنه عرض عليه المنتخب الوطني ورفضه موريتاني ورفضه لأنه يفضل أن يلعب مع دولة جارة وأنه لا يفخر ولا يشرف بالانتماء للمنتخب الموريتاني قبل أن تتتاركه السنون ويحرص على أن يمثل. هو المنتخب يعتبر بوابة للاعب من أجل الحضور في المشاركات القارية وتسويق نفسه لأن المشاركات القارية سيكون بها كشافة وسيكون بها وكلاء لاعبين يراقبون اللاعبين. ومع ذلك لحد الساعة لم ينجح أي لاعب في المنتخب الوطني رغم المشاركات في أن يحصل على تعاقد مع نادي كبير من زخم الإعلام الكبير. وهي نقطة أيضا تحسب ضد الاتحادية لأنه ما دمت تركز على أن تستجلب لاعبين أجانب وأن تجنسهم لماذا ما تركز على الدور المحلي الذي يعتبر يعني مصدر مهم جدا لجميع البلدان ويعتبر أيضا أقل تكلفة. لأن الاتحادية على لسان يعني رئيسها الرئيس أحمد يحيى قال يعني في خارج الإعلامية سابقة عن كل اللاعبين الذين جاءوا من الخارج هم لاعبون يعني موريتانيون يعني وأنهم موريتانيون أكثر منا نحن أيضا حتى بحسب التصريح رئيس الاتحاد. والله ربما يمكنه أن يقول ذلك بالنظر إلى أنه لديه اعتبارات شخصية تخصه هو. لماذا هم موريتانيون أكثر منا؟ لأنهم فقط رضوا أن يمثلوا المنتخب الوطني يعني من أجل الحصول كما قلت على تسويق أنفسهم؟ لأنهم جاءوا من أجل أن يمثلوا بلدا أساءوا إليه أكثر من مرة وحتى لا يزالون يسيئون؟ هاي الاتحادية يا أخي اتحادية. لكن ما الدليل على أنهم ليسوا موريتانيين؟ الدليل على أنه مثلا قدمت شكاوي من لاعبين معينين في فترة معينة آخرهم اللاعب الذي ظهير خديم جاو. هذا لعبة
احنا خسرنا 3 نقاط، لماذا؟ لانه اشركنا لاعب غير مؤهل، هذا لاعب اصلا غير موريتاني، لاعب سنغالي، ولكن حصل على الاوراق الموريتانيه ولعب بها، هذا هو الدليل. وان شئت ازيدك اخي، ازيدك اخي الكريم، هذه الاتحاديه هي وكر من اوكار الفساد يا اخي. هذه الاتحاديه تقتل المواهب، تقتل الدوري المحلي، رئيسها نفسه لا يهمه في شيء الا نادي اف سي ماديبو الذي يعتبر رئيسه السابق. هذا النادي توفر له جميع الامكانيات وتلوى له نصوص القوانين المنظمه لكره القدم في موريتانيا من اجل ان يستمر بطلا للدوري الموريتاني لمده 6 سنوات. هذه البطوله التي يتحصل عليها ستخول له المشاركه في المنافسات القاريه، وستخول له كما قلنا ايضا تسويق لاعبيه. هذا النادي اشتكي منه اكثر من مره، مع ذلك لم يطبق القانون الموريتاني. لكن هذا الرئيس ايضا، هذا الرئيس ايضا تمثيل الطرف الاخر، هذا الرئيس ايضا والذي تاهلت معه موريتانيا 3 مرات، هذا الرئيس ايضا هو الذي ربما يعني شهدت الكره الموريتانيه حتى وجود في الساحه الاعلاميه الدوليه. هذا نتفق معك عليه، لكن هذا الرئيس ايضا وفرت له ظروف لم توفر لغيره. اللاعبون المحليون ايضا والمحترفون وفرت لهم ظروف ايضا لم توفر لغيرهم. في السنوات الماضيه اللاعبون كانوا يعانون، كانوا يسجنون في الفنادق، لانه ليس لديهم المقدره على ان يعني يسددوا رسوم الاقامه. والتجنيس ايضا ربما يقول قائل ان المنتخبات الكبرى يعني في العالم شاهدنا ايضا لاعبين هنالك يعني ليس لا يمثلون يعني بلدانهم الاصليه. قطر على سبيل المثال اخطاء غيرنا لا ينبغي ان نتخذها كشماعه. انت في دوله تعاني من الفقر والتهميش، تعاني من الانحراف وانتشار المخدرات، وحتى الامكانات ايضا، حتى المنتخب الوطني حتى الامكانات ايضا لا ليست هي نفسها. قطر يمكنها ان تشتري ما شاءت من اللاعبين. موريتانيا دوله تعاني من الفقر والتهميش، شبابها يحترفون كره القدم ويعتبرونها وسيله للاستغناء ولاغناء عوائلهم. في الدوري المحلي ينشط اكثر من 400 لاعب، 400 لاعب حينما توفر لها عقود احترافيه وضمانات صحيه انت تساهم في حل. لكن هذا ليس دور الاتحاديه، ليس دور الاتحاديه، هو دورها، لا دور الانديه في النهايه. هذه الانديه توفر للاعبيها يعني او دور الرعاه في النهايه، ليس دور الاتحاديه ان توفر. الرعاه لا يمكن ان يرعوا الدوري المحلي، والانديه لا يمكن ان يعني يوفروا عقود احترافيه نظرا للضوائق الماليه. تعرف لماذا؟ لان هذه الاتحاديه قتلت روح التنافس ما بين الانديه عن طريق اف سي ماديبو. هذه الاتحاديه تعتبر البيئه التي وضعت فيها كره القدم الموريتانيه تعتبر بيئه طارده للاستثمار في الميدان الكروي. تعرف لماذا؟ لانه قضيه الكونكورد التي استضفت رئيسه هنا حتى الساعه تعتبر وصمه عار في جبين هذه الاتحاديه. لماذا؟ لانه القوانين الموريتانيه، العداله الموريتانيه حكمت لصالح الكونكورد في اعلى هيئه وهي المحكمه العليا. وزاره الداخليه الموريتانيه اصدرت تصريحا بان الرئاسه الحاليه لنادي الكونكورد ليست شرعيه، ولكن رئيس الاتحاديه الحالي يرفض مكابرة منه أن يسترجع ملاك نادي الكونكورد ناديهم بطريقة شرعية. ما دامت البيئة هكذا فلا يمكن أن تطلب من رجال الأعمال أن يدفعوا برؤوس أموالهم ورأس المال كما يقال جبان من أجل الاستثمار. هنالك خطة محكمة تسير عليها هذه الاتحادية، ورئيسها هي أن تكون هذه الاتحادية تركز على المنتخب الوطني من أجل تسويق نتائج تبرر الصرف المهول على كرة القدم حتى يستمر هو والجماعة التي تسير معه الشأن الكروي. لكن لو وهو ما لا تبرره النتائج يا أخي. احنا تأهلنا للكان وشاركنا مشاركات مخيبة، وآخر مشاركة خرجنا ذليلين دون كأسوأ منتخب، دون تحقيق فوز، دون تعادل، ودون تسجيل هدف واحد. أنديتنا كما قلت تعاني، والدليل على أنها منذ وصولها إلى الاتحاد وحتى الساعة لم تشارك في البطولات القارية، وفي كل مرة تشارك في البطولة العربية يخرج نادي اف سي ماديبو من الدور الثاني. شارك فقط مرة واحدة في كأس الكونفدرالية الإفريقية وخرج متذيلا لمجموعته وبدون تحقيق أي فوز. هناك واقع مرير جدا وسيء. تحرص هذه الاتحادية من خلال شراء ذمم بعض الصحافة معك بالأسف وبعض المدونين حتى تسوق نفسها بشكل جيد لرأي العام الوطني. واضح، وصلت الفكرة. آمل أن تكون المشاركة المقبلة مغايرة، وأن نكون بالفعل أمة من أمم كرة القدم، لا أمة من أمم الخداع والتزوير واللعب على عقول الناس والمجتمع المحلي. واضح، وصلت الفكرة. عودة إلى الدوري، البعض يقول لك مثلا أن المنتخب السنغالي منتخب يعني من أكبر منتخبات القارة الإفريقية، يعني بلد معروف بكرة القدم، يمتلك لاعبين ينشطون في دوريات كبرى، الدوري الإنجليزي بالتحديد، الدوري الفرنسي، دوريات يعني الخمس الكبرى، وفي النهاية
السنغال ايضا الدوري السنغال بعد يقول لك انه دوري ايضا لا ينافس حتى على مستوى القاره. الدوري السنغالي لا ينافس، ما دام لا ينافس كيف استطاعت السنغال مؤخرا ان تتوج ببطوله كاس الامم الافريقيه للاعبين المحليين وهي التي لا يشارك فيها الا اللاعبون المحليين؟ تعرف لماذا لا ينافس؟ به اللي جميع معظم الانديه لديها اكاديميات تكون اللاعبين وتسوقهم للخارج. من تمكنت السنغال من التتويج من 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 الحصول على كاس امم افريقيا للاعبين المحليين بهم؟ بهم هم فقط لاعبون ينشطون في الدوري المحلي. اخرون مثل خالد با، مثل ساديو ماني، مثل غيرهم يعني احترفوا احتراف حقيقي. فهمت؟ وصلوا الى اعلى الانديه، كانوا نجوم فريق، كانوا نجوما فعلا وهم بالعشرات، ليسوا فقط لاعبين خرجوا كما هو الحال عندنا، ذهبوا الى اسبانيا مثل بعض لاعبي الكونكورد الذين انتقلوا الى ليفانتي الاسباني، وبمجرد انتقالهم كما تعلم اختلست عائدات الانتقال من طرف الاتحاديه الحاليه، واستحوذ على النادي بطريقه شرعيه كما حدثتك قبل قليل، وهي وضعيه اوجدت فعلا، اضافه الى قضيه اللاعب السابق لنادي نواديبو الذي كان من المفترض ان تعاقب الاتحاديه، ان تعاقب الاتحاديه نادي افسي نواديبو بسببه. هذه الوضعيه اعطت صوره قاتمه جدا ان هنالك نوع من الغطرسه والتشبر، والانا الاعلى التي لا يرفض صاحب، لا يقبل صاحبها ان تطبق القوانين ولا القوانين ولا ان تكون البيئه الكرويه بيئه جاذبه للاستثمارات. في نقطه اخرى يعني قبل ان ننتقل للمحور الاخير المتعلق بمشاركة كاس العالم، منتخب الجابون يعني كان منتخبا يعني قدم مباراه ربما ليست المباراه التي كانت تامل الجماهير يعني الغابونيه ان يقدم منتخب، تعليق على اداء المنتخب يعني يوم امس، البعض يقول انه شاهد يعني اللاعب اوباميانغ وهو النجم المحترف يعني في الدوري الفرنسي قبل ذلك في الارسنال وتشيلسي وبرشلونه، في النهايه لم يشاهد اوباميانغ الذي يعني الذي عرفوه يعني كنجم، برايك تعليق عام على اداء المنتخب الغابوني؟ هو منتخب الغابوني كما قلنا تاثر بطرد، هذا مما لا شك فيه، مع ذلك كان أداؤه خلال الشوط الثاني أحسن من أدائه في الشوط الأول. أوباميانغ عائد من فترة مقاطعة للمنتخب، كانت هنالك احتمالات وشكوك حول مشاركته مع المنتخب. هل ترى أنه سيعتزل بعد هذه المباراة؟ الله أعلم، لا أدري، لا أدري. الغابون عموما تمر بمرحلة صعبة خاصة بعد الانقلاب، هنالك مسألة لا ينبغي أن نهملها لها أو نتركها دون نتحدث عنها، وهي أنه في كل مرة منتخبنا الوطني يعتبر مستفيد من عوامل خارجية، منها أيضا أو على رأسها أنه دائما يستفيد من المنتخبات المشاركة معه في نفس المجموعة من خلال الفوز على المنتخبات المشاركة. فهمتني؟ أيضا من ضمنها بعض العوامل الخارجية كالانقلابات التي حصلت في السودان وفي الغابون، هذه أمور لا تهمل، كرة القدم كل شيء يحسب فيها بالمقياس، الحالة العامة للدولة وحالة الحالة النفسية للاعبين وأثناء المباراة وما قبل المباراة، هذه أمور تعتبر جد مهمة جدا ومؤثرة على 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 على, على سير المباريات وعلى اللاعبين أنفسهم. لا أعتقد المنتخب الغابوني لم يقدم المستوى الذي كان منتظرا منه، لأنه بالفعل كانت هناك ظروف غير طبيعية قبل المباراة وبعدها من خلال الحصول على بطاقة حمراء، وكان أيضا هناك ربما عامل المناخ، وكان عامل ربما غير مساعد، لأنه اليوم المباراة كان يوما حارا لا يألفه إلا أبناء موريتانيا. صحيح. إذا كأس العالم التصفيات يعني المقبلة في نوفمبر القادم، في مجموعة يعني سبق أن واجهنا يعني فريقين منها الكونغو والسودان، وأيضا السنغال ربما يعني سبق أن واجهنا أيضا، هل ترى أن ذلك يعني سيكون مفيد جدا بالنسبة للمنتخب أن يواجه يعني الكونغو التي واجهها قبل أشهر والسودان أيضا؟ دون شك سيكون، لأنه سيتيح أكثر احتكاك للمنتخب الوطني مع لاعبين دوليين من قيمة ساديو ماني وغيرهم. الكونغو بالنسبة للمنتخب الوطني كان منتخبا قويا، فاز علينا بنتيجة ثقيلة 3-0 في الكونغو، وتعادل معنا هنا في نواكشوط قبل أن نخسر نقطة المباراة بسبب الإشراك غير القانوني للاعب خادم جاو. بالتالي مشاركة ستكون يعني مفيدة جدا للمنتخب الوطني، لأنه سيحتك كما قلت مع منتخبات عريقة متمرسة ومع لاعبين دوليين يشاركون في أرقى الدوريات الأوروبية والعربية والإفريقية، وبالتالي ما نأمله أن يستفيد المنتخب الوطني من 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 من, من, من مشوار تصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة.
ايضا بالامس يعني رئيس الاتحاد الموريتاني لكره القدم قال ان الكره الموريتانيه على الطريق الصحيح حسب تصريح يعني لقناه المرابطون. لديك الان يعني مشاركه يعني نحو كاس العالم، مشاركه صعبه ربما ان وصول موريتانيا الى كاس العالم البعض قد لا يصدقه حتى عندما نتحدث عن هذه العباره. هل برايك يعني اذا وصل المنتخب الوطني لكاس العالم بالتحديد هل يمكن ان نقول ان الكره الموريتانيه على الطريق الصحيح؟ شتوا احنا يالت نعودوا صادقين مع رؤوسنا. كرة القدم حينما تكون على الطريق صحيح ستكون هنالك كرة قدم قاعدية سليمة، ستكون هنالك أكاديميات تخرج لاعبين بشكل منتظم وتسوقهم للخارج، سيكون هنالك دوري ممتاز فعلا لا قولا، وستكون هنالك مشاركات مشرفة للأندية في الخارج بالبطولات العربية والإفريقية، ستكون هنالك منظومة كروية متكاملة لا منظومة كروية يتحكم بها شخص واحد ونادي واحد ورئيس الاتحاد الحالي ومجموعة من رؤساء الأندية الذين يعتبرهم وسيلة من أجل بقائه على كرسي الاتحادية. فهمت؟ هذه المنظومة الكروية بصفة عامة هي التي ينبغي أن تكون موجودة ومتوازية وأن ينسب الفضل لأهله، لأنه فعلا الدولة كما قلت وقفت مع كرة القدم، اللاعبون أنفسهم بذلوا جهودا كبيرة. نحن مشكلتنا في موريتانيا دائما نمجد الاشخاص، ولا مع ذلك لا ينبغي ان نكر للناس فضلهم ولا ان نغبطهم حقهم. يا غير مليات نقول الحقيقه كما هي. اذا الرئيس الحالي الاتحاديه في الحقيقه قدم لكره القدم ما يستطيع ان يقدمه، لكن اعتقد انه لم يعد لديه ما يضيفه. كره القدم ليست على الطريق الصحيح، كره القدم موريتانيا ليست على الطريق الصحيح حتى يعني بحاله تاهل كاس العالم. صعب جدا، صعب جدا ان نتأهل كاس العالم. لا تتوقع ذلك مطلقا. كيف؟ لانه سنواجه نعم سنواجه الكونغو، ربما نفوز على الكونغو يعني نتجاوز كونغو، السودان كما فعلنا. حينما نتأهل الى كاس العالم ساصرح لك ان موريتانيا اصبحت فعلا امه من امم كره القدم وانها على الطريق، لكنها ليست على الطريق الصحيح. ساعتها ساصرح لك كما صرح رئيس الاتحاديه ان موريتانيا امه من كره القدم، لكنها لحد الساعه ليست كذلك، لان الارقام لا تكذب. نحن تأهلنا كما قلت مرتين، لكن هنالك نقطة أخرى ربما يعني تخدم التأهل لكأس العالم، لأنك قلت قبل قليل أن التأهل في الفترات يعني الأخيرة جاء بسبب أن يعني أعداد يعني المقاعد يعني تم زيادة فيها من طرف اللجان المسلمة من طرف الكاف. أيضا كأس العالم الآن يعني تم زيادة يعني العدد أيضا، ربما تتأهل موريتانيا. أخي احنا ندور تأهل جزانا عن مولانا كما تأهلت إلى كأس الأفريقي لاعب المحليين، وهي استفادت كأس الأمم الأفريقية. هي كما قلت استفادت من هذه الزيادة، يا غير حد خلص القدام يعرفنا في حالة نتأهل لكأس العالم سنتأهل أيضا نتيجة لهذه الاعتبارات التي تحدثت عنها، لا نتيجة لمجهودنا الشخصي. فهمت؟ واضح. لو أن الظروف لم تتغير، إذا المخرج يشير إلى انتهاء الوقت الصحفي الرياضي محمد طيب. حامة الددي شكرا جزيلا لك. شكرا لك. تفضل مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء. What did you do?